أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بنت عيجة الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أهمية مواكبة فضل الممارسات التقنية بما يتماشى مع مرتكزات العمل الحكومي الرامية إلى تحقيق الكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات العامة. جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء برنامج الطاولة المستديرة الذي نظمه المعهد في نسخته السادسة بعنوان علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بمشاركة مجموعة من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم من مختلف المؤسسات الحكومية. وأشارت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى إلى أن الطاولة المستديرة تناولت مجموعة من فضل المنهجيات الإدارية في مختلف المؤسسات الخاصة والحكومية على مستوى العالم، ومن ثم مقارنتها مع التجربة البحرينية والوقوف على أبرز أوجه التشابه والاختلاف وتباحث إمكانيات تطوير الممارسات الإدارية التي تطبقها المؤسسات الرسمية بناء على الأدلة والبراهين والمنهجيات العلمية. وأوضحت سعادتها بأن معهد الإدارة العامة سيواصل عمله من أجل توفير المساحة المشتركة التي تجتمع كافة القيادات الحكومية من أجل وضع الخطط المستقبلية والسياسات الإدارية لمواكبة فضل العلوم والتقنيات الحديثة في العمل الحكومي. احنا في القطاع النفطي أمانة يعني نحاول الاستفادة من جميع البرامج وتدخيلها في الذكاء الاصطناعي للوصول لقمة الخدمات يعني التكنولوجية هذه. والصراحة يعني احنا بدينا خطوات كبيرة في الحقل النفطي، وإن شاء الله نتائج قريبة أمور تبشر إن شاء الله بالخير، خصوص الوسائل والأنظمة اللي نتبعها إن شاء الله. الذكاء الاصطناعي ويعني برامج جديدة لها انعكاسات إن شاء الله قوية على العمل الحكومي، من تسهيل التعامل مع المواطنين وسهولة الوصول إلى المعلومة. طبعا في صعوبات كثيرة لتطبيق أو لأخذ برامج الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ولكن أنا أعتقد مملكة البحرين بفضل توجيهات جلالة الملك وسموه سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء، هناك بنية تحتية أساسية من المعلومات، هناك شفافية كبيرة من المعلومات. أنا أعتقد مملكة البحرين جاهزة على تطبيق الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، سواء كانت الطبية أو التعليمية أو حتى احنا في قطاعنا الله يسلمك المواصلات والاتصالات. أنا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي راح يلعب دور أساسي وكبير في توصيل المعلومة، في عمل تحسين جودة العمليات في الوزارة. احنا موجودين مع مجموعة من التنفيذيين في حكومة مملكة البحرين نناقش واحدة من أهم توجهات المستقبلية للحكومات المتقدمة في العالم، وهي استخدام التقنيات الناشئة أو المتطورة في العمل الحكومي. هذا اليوم متطلب أساسي، ما صار اليوم سكندري إشو، احنا اليوم أمام نقلة نوعية في العمل الحكومي. الطاولات المستديرة أحد الأدوات اللي دائما معهد الإدارة العامة يستخدمها في عملية صناعة قرار مشترك أو تفكير مشترك. هي طبعا أداة نجمع فيها عديد من المسؤولين في القطاعات الحكومية، يطرح فيها موضوع جدا هام ويكون حديث الساعة ويكون الترند العالمي الحين في عالم الإدارة. طبعا اليوم الإيفنت اللي عندنا أو الحدث قاعد نتكلم فيه عن تأثير الذكاء الاصطناعي في التغيير القيادي. هو طبعا مادة جدا ساخنة، وخاصة في دخول الاي اي الارتفيشال انتليجنت وهالأمور ذي كلها، وفي ظل التوجه الحاصل الحين طبعا بالتوجيهات العليا وأيضا توجه الحكومي بأن احنا نستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملنا.